يعني اكيد اول مباراه في عالم المحترفين يواجه الان فرصه والهدف الاول. الهدف الاول لمصلحه فريق الرمثه عن طريق قلب الدفاع العائد بعد غياب هادي الحوراني يزور الشباك الفيصلويه في الدقيقه الخامسه. صاحب القميص رقم 5 يسجل في الدقيقه الخامسه بعد ركله حره اصطدمت بالدفاع وصلت بكل سهوله الى هادي الحوراني الذي سجل هدف الافتتاح في الدقيقه الخامسه. شاهد مره ثانيه، شاهد تصطدم بالعجلين وتصل الى هادي الحوراني بكل هدوء، يسجل هادي داخل المرمى هدف الافتتاح لمصلحة فريق الرمثة. الرمثة يتقدم على الفيصلي بهدف مقابل لا شيء. هذه الإعادة من جديد، قلب الدفاع هادي الحوراني العائد كما ذكرنا